ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في لقائنا الأول من لقاءات مقرر إدارة الأعمال الطبية. إدارة الأعمال الدولية يعني. إحنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم ورزنا أو رزنا بتقول أو رزنا إذا كنت بنطق صح بتقول عاوزين نغير اللقاء. إحنا لقاءاتنا متحددة بشكل رسمي في الجدول ولا يجوز تعديلها بأي حال من الأحوال. ليه؟ لأن الزملاء الآخرين خدوا المواعيد الأخرى وقت رزنا. رزنا صح؟ بنطق صح؟ تمام. فاستحالة معاك ما ينفع ان احنا عاوزين نغير مواعيد لان كل المواعيد الاخرى مشغوله. بقيت الزملاء واخدين مواعيد اخرى فما عاد ينفع ان احنا نغير المواعيد لان العماده منزله تحديد بان ما في حد يغير مواعيد غير مواعيد احنا. خلونا نتفق هنشتغل ازاي في لقائنا او في المقرر اداره الاعمال الدوليه. إدارة الأعمال الدولية من المقررات السهلة اللي من الممكن إن شاء الله إن إحنا نجيب فيها معدل عالي لما نذاكر ونلتزم باللي إحنا هنقوله في اللقاءات، وأعتقد إن منكم إن شاء الله هتكونوا أكثر التزاما يعني. فخلونا نتفق، أنا دايما في اللقاءات بتاعتي أو في التدريب بتاعي في التعليم عن بعد بيكون في طالب او طالبه بيكتب ورانا كل الملاحظات ويسجلها في الملف، وبعد ما بنخلص الملف بعد 3 أو 4 لقاءات كل 4 لقاءات كده ناخد بيبعت لي الملف اراجعه ثم ينزله بقيه المجموعه في المنتدى طبعا. فاللي انتم شايفينه ده بديل، البديل الاخر ان كل طالب او طالبه يعتمد على الله ثم على نفسه ان هو يسجل الملاحظات الخاصه به، وده البديل الثاني، فما رأيكم؟ يلا عشان نبدأ، خلينا نتفق بس على المبادئ الأول وبعدين نبدأ. يا شباب، نقول إيه؟ احنا قدامنا بديلين يا يسرا، اما ان طالب يسجل ورايا ويكون سريع في الكتابه وقوي في ملاحظاته بيسجل، او طالب اخر يعتمد او كل طالب يعتمد على نفسه في كتب المحاضرات الخاصه به الملاحظات الخاصه به. فاللي انتم محتاجينه بس عشان ابقى عارف طالب واحد طالب واحد اللي هيبقى بيلتزم معاه عشان هو اللي بعت الملف. فمين من منكم او من كنا يحدد او يتولى تلك المسؤوليه؟ من يجد في نفسه الكفاءه يرشح نفسه. طالب او طالبه. ويبقى هو ده التعامل، الملفات اللي هتجيلي منه هي اللي انا هعدلها فقط او اللي انا هراجعها فقط. لان استحاله اتعامل مع كل الطلاب في تعديل اللي كتبوه. مفيش حد عاوز يتبرع؟ أكيد في تغيير يا رنا، في تغيير. طيب، في مش حد يكتب؟ طيب، إحنا كده أنا فهمت إن كل طالب أو طالبة هيعتمد في كتابة الملاحظات الخاصة به. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا مقرر اداره الاعمال الدوليه. الاول في المحاضره اليوم هناخد مفهوم اداره الاعمال الدوليه وايه هو التعريف الاقتصادي لاداره الاعمال الدوليه، ثم لو دخلنا على المحاضره الثانيه هنتكلم عن الاستثمار الاجنبي المباشر والاستثمار الاجنبي غير المباشر وايه مفهومهم، وفي كل جزء هقوله انا هقول اسئله وكل طالب يكتب بقى الاسئله ليس بالضروره، ومش لسه في بدايه لقاء اول لقاء لنا.
ان ده ما اقوله من اسئله ليست هي الاسئله التي تاتي في الاختبار، ده انا بقول الاسئله وليده اللحظه للتدريب ولتخفيف العبء في المذاكره، بحيث ان الطالب او الطالبه يعرف ازاي هيذاكر، طريقه مذاكرته ازاي، اسهل عليه النظري. وبالتالي ارجو ان الناس ما تفهمش غلط وتروح تحفظ الاسئله وبس. طيب نبدا. الاول عاوزين نشوف ما هو مفهوم اداره الاعمال الدوليه. اداره الاعمال الدوليه هي عباره عن فرع جديد من فروع اداره الاعمال. اداره الاعمال هي المظله الكبيره اللي طلعت من تحتها فرع سموه اداره الاعمال الدوليه، طبعا بسبب زياده عدد الشركات الدوليه وزياده الاستثمارات الاجنبيه اتبع الامر ان يكون عندنا تخصص جديد او علم جديد سموه علم اداره الاعمال الدوليه. فما هو مفهوم اداره الاعمال الدوليه؟ مفهوم اداره الاعمال الدوليه هي عباره عن اداره الانشطه التي تتعدى الحدود الوطنيه. بمعنى الانشطه الشركه اللي خارج حدود الدوله. فمثلا لو افترضنا ان عبد الرحمن عنده شركه في المملكه العربيه السعوديه وتعمل في الرياض في مجال الاتصالات او في اي مكان المجال، ويمارس نشاطه داخل المملكه العربيه السعوديه، فهل من الممكن ان نطلق على اداره انشطه شركه عبد الرحمن داخل المملكه على ان هي اداره اعمال دوليه؟ يلا شباب احنا عاوزين نطبخ المحاضره. طبعا لا. ليه؟ لان دي انشطه اداره انشطه داخل الحدود الوطنيه للدوله، ده بيطلق عليها اداره اعمال. اما لو ربنا وسع على عبد الرحمن وبدا يمارس نشاطه ويفتح لنفسه فرع في مصر وفرع في لبنان وفرع في امريكا وفرع في ماليزيا وبدا للشركه عمل دولي، اذا نشاطها بدا يتعدى الحدود الوطنيه للدوله. هنا نقدر نقول ان اداره الاعمال الدوليه، اذا اداره الاعمال الدوليه يا شباب هي اداره الأنشطة التي تتعدى الحدود الوطنية للدولة. وهنا السؤال الأول يقول لي إيه؟ تعتبر إدارة الأعمال، تعتبر إدارة الأعمال الدولية فرع قديم من فروع إدارة الأعمال، صح ولا خطأ؟ أنا هتكلم عن الملخص بس بعد المحاضرة يا وداد. ما ينفعش إن إحنا وإحنا بنشرح على طول كده نبدأ نتكلم في الملخص. اما نيجي في لحظه في الوقوف هقول لكم الملخص مين والكلام ده كله، بس خلينا نركز في الاسئله دي خاصه لو كل طالب هنا يعتمد على نفسه في الكتاب. طيب انا قابلت نفسيتين السؤال. السؤال بيقول تعتبر اداره الاعمال الدوليه فرعا قديما من فروع اداره الاعمال، صح ولا خطا؟ خطا يا مها. مها بتقول صح. خطا يا عبد الرحمن. خطا يا جواهر. العباره خاطئه لان هي فرع جديد من فروع اداره الاعمال. تمام؟ مش لسه بنقول اهو اسراء ان اداره الاعمال الدوليه هي فرع جديد بسبب زياده عدد الشركات الدوليه استدعى الامر ان يكون عندنا تخصص اسمه اداره الاعمال الدوليه، وده حاجه جديده. تمام؟ وبالتالي اداره الاعمال الدوليه هي فرع جديد من فروع اداره الاعمال. لو سالت السؤال بشكل اخر وقلت تعتبر اداره الاعمال الدوليه فرعا جديدا من فروع اداره الاعمال، العباره هتبقى ايه؟ تبقى يا عبد الرحمن. تبقى صح؟ يبقى خلاص بقى احنا هيبقى اسلوبنا في الشرح كده، نقول السؤال ونقول عكسه، يبقى ما يحصلش. لو قال لي اداره الاعمال الدوليه فرع قديم، خطا. اداره الاعمال الدوليه فرع جديد، نقول صح. خلاص يبقى دي اسئله وكل طالب يكتب لنفسه تلك الاسئله. السؤال الثاني نقول يقصد بإدارة الأعمال الدولية إدارة الأنشطة التي تقع داخل الحدود الوطنية للدولة، صح ولا خطأ؟ برافو مها، هنا بقى بدأت تعرف الموضوع أو مهران ومها. تمام؟ إذا بدأنا إيه؟ التي تتعدى الحدود الوطنية. إذا شوفوا يا شباب بين الصح والخطأ كلمة. كلمة لازم نكون مركزين فيها قوي. إذا لو قال لي السؤال بشكل آخر وقال لي يقصد بإدارة الأعمال الدولية تلك الأنشطة التي تتعدى الحدود الوطنية للدولة، العبارة هتبقى إيه؟ صحيحة. السؤال الأول يا وداد كان بيقول يقصد بإدارة الأعمال الدولية إدارة الأنشطة التي تقع داخل الحدود الوطنية، وقلنا ده غلط. والسؤال اللي بعديه قلنا إدارة الأعمال الدولية هي إدارة الأنشطة التي تقع التي تتعدى الحدود الوطنية، والمصح
يبقى لازم نكون مرنين مش حافظين، مش عاوزين نبقى حافظين خلاص. طيب نبعد عن اللي بعده. اللي بعده بيقول لي اداره الاعمال الدوليه. احنا عندنا 3 كلمات، اداره واعمال ودوليه. اداره معناها ايه؟ فاكرين احنا الاداره لما خدنا في مبادئ الاداره، الاداره معناها تخطيط وتنظيم وتوظيف ورقابه، صح ولا لا؟ اما الاعمال هندير مين؟ هندير الاعمال. هندير الاعمال اللي هي ايه؟ الانتاج والتسويق والتمويل والافراد. يبقى هندير النشاط الانتاجي، هندير النشاط التسويقي، هندير النشاط المالي، هندير النشاط الموارد البشريه. نقصد بكلمه الدوليه ان ممارسه النشاط يكون على نطاق دولي، وهذا النطاق الدولي يتاثر ببيئه الاعمال السياسيه والقانونيه، يتاثر بالبيئه الاقتصاديه والماليه على المستوى الدولي، يتاثر بالبيئه الاجتماعيه والثقافيه على المستوى الدولي. هنا السؤال بقى يقول لي ايه؟ واسالك في الجزء ده واقول لك ايه؟ من وظائف اداره الاعمال الدوليه نقطتين، الف الانتاج، ب التنظيم، ج التمويل، د الافراد، صح ولا خطا؟ مش اسف، اختاروا اجابه. التنظيم، برافو عليك عبد الرحمن. اذا لما نيجي نتكلم اقول لك وظائف اداره الاعمال الدوليه، يبقى عينك وفكرك ومخك وتفكيرك كله ينصرف الى التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابه. طب لما اقول لك سؤال ثاني، اقول لك من انشطه اداره الاعمال الدوليه، الف التخطيط، ب التنظيم، ج التمويل، د الرقابه. يلا يا شباب، تمام يا تغريد، تمام يا سعاد، برافو عليكم، مهران. مش كل شويه عيد يا عبد الرحمن، انا عاوز نبقى سريعين في فهم السؤال، لان انا مش بعيد من ورق، انا بقول من دماغي. اما نيجي في السؤال يا عبد الرحمن نقول ما هي وظائف اداره الاعمال، يبقى تدور على التخطيط والتنظيم والتوظيف والرقابه. فهمت يا عبد الرحمن؟ اما نيجي اقول لك انشطه اداره الاعمال، يبقى عينك تنصرف وتفكيرك ينصرف على انك بتدور على الانتاج او التسويق او الافراد او التمويل. اقول السؤال تاني عشان خاطرك عبد الرحمن انت وابرار. السؤال بيقول من وظائف اداره الاعمال الدوليه، الف الانتاج، ب التسويق، ج التمويل، د الرقابه. غيرت الكلام خالص عشان الناس ما تبقاش حاضره. يبقى الاجابه هتكون ايه؟ الرقابه. برافو عليك يا عائشه. ليه؟ لان بقول من وظائف، يبقى عينك تفكر تدور على التخطيط، كلمه التخطيط او التنظيم او التوجيه او الرقابه. واضح عبد الرحمن؟ تمام يا ابرار؟ طيب نقول السؤال بشكل تام في الانشطه، نقول من انشطه اداره الاعمال الدوليه نقطتين، الف التخطيط، ب الافراد، ج التنظيم، د الرقابه. الافراد، تمام. واضح اللي انا كنت اقصده؟ واضح يا شباب؟ لو في شيء مش واضح نقف فيه. خلاص، يبقى اذا احنا خدنا يعني ايه مفهوم الخص اللي انا قلته في دقيقتين، وقول ان اداره الاعمال الدوليه هي فرع جديد من فروع اداره الاعمال، وان اداره الاعمال الدوليه هي إدارة الأنشطة التي تتعدى الحدود الوطنية للدولة، وأن من وظائف إدارة الأعمال الدولية التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة. أنشطة إدارة الأعمال الدولية، الإنتاج، التسويق، التمويل، الأفراد. واضح؟ طيب نيجي على المفهوم الاقتصادي لإدارة الأعمال الدولية. إدارة الأعمال الدولية بقول هي عبارة عن تبادلات تجارية. إذا لما أنت تصدر بضاعة لبره أو تستورد او تروح تنشئ مشروع في دوله اجنبيه، ده عباره عن تبادلات ايه؟ تجاريه بين افراد او مؤسسات. يعني نبيل ممكن يكون يصدر عنده مصنع فبيصدر صفقه لشركه بره، او لشخص اخر بره، فبتتم بين افراد، او من شركه نبيل ككيان معنوي لشركه اخرى في دول اخرى ككيان معنوي. اذا هذه التبادلات التجاريه قد تكون ما بين افراد او مؤسسات او الاثنين مع بعض. وهذه التبادلات التجاريه قد تكون في السلع او في الخدمات. يعني ايه؟ يعني نبيل من الممكن ان هو يصدر مثلا عطور من المملكه العربيه السعوديه لماليزيا، او تمر من المملكه العربيه السعوديه لمصر، او اي مكان. اذا محل التبادل التجاري هنا الايه؟ سلع التمور.
او من الممكن ان النبيل يروح يعمل شركة اتصالات في مصر ويمارس نشاط خدمي، اذا ده عمل دولي. تمام. اذا السؤال هنا اما يجي يقول تقتصر التبادلات التجارية في إدارة الأعمال الدولية على السلع فقط، صح ولا خطأ؟ خطأ، لأن قد يكون سلع أو إيه؟ أو خدمات. أما يقول لي السؤال الثاني، تتم التبادلات التجارية في بيئة الأعمال الدولية بين الأفراد والمؤسسات، صح ولا خطأ؟ صح. فهمنا إزاي؟ إذا لازم نكون فاهمين ودماغنا مرن وبنفكر ومش حافظين. مش عاوزين نحفظ خالص. أنا بديكم أسئلة عشان أفتح معاكم الكلام، ما يبقاش الأمور حفظ نظري وخلاص، لأن الاختبار لا يعتمد على الحفظ. النقطة اللي بعدها بيقول إيه؟ إن التبادلات التجارية اللي بتتم بين الأفراد والمؤسسات واللي مجالها سلع أو خدمات بتتسم بصفتين أساسيتين، أنها تعتمد على الديمومة أو الاستمرارية يعني، أو الصفة الثانية إنها منتشرة جغرافيًا، يعني متواجدة في أكثر من دولة. يعني بمعنى لو افترضنا إن سعاد عندها شركة في المملكة العربية السعودية ولها مجموعة فروع على مستوى العالم، 5 6 فروع على مستوى العالم. نقدر نقول إن دي شركة دولية ولا شركة محلية؟ يلا يا شباب، دي شركة إيه؟ دولية، دولية يا رزنة. لها فروع على مستوى العالم، هي منتشره ولا مش منتشره يا ولدنا؟ هذه الشركه منتشره جغرافيا ولا لا؟ منتشره. بما انها منتشره يبقى عمليه دوليه. تمام؟ لها فروع. انما لو افترضنا ان سعاد لها شركه لها فرع واحد وصغير في مصر، هل تعتبر هذه الشركه دوليه؟ نقدر نقول شركه دوليه؟ لا، لان لم تتسم بالانتشار الجغرافي. الحاجة الثانية، لو افترضنا ان سعاد صدرت بضاعة مرة واحدة في السنة او بقى 5 سنين، اول مرة صدرت مرة واحدة في خلال 5 سنين ولم تتعامل مع الحدود الخارجية او مع دول اجنبية الا مرة واحدة من خلال 5 سنوات، هل نقدر نقول ان هذه الشركة شركة دولية؟ طبعا لا، لان عمل شركة سعاد لم يتسم بالاستمرارية. انما كل يوم في الشهر بتصدر 3 4 صفقات لدول اجنبيه، اذا بنقدر نقول انها شركه دوليه. اذا السؤال هنا بيقول ايه؟ تعتبر الاعمال الدوليه او تعتبر الاعمال الدوليه من الاعمال العابره او المؤقته. عابره يعني مره واحده، ترانزيت يعني. هل ده صح ولا خطأ؟ خطأ، لأن من صفة التبادلات والتعاملات التجارية في مجال في بيئة الأعمال الدولية هي الاستمرارية. برافو عليك يا سعاد. أسأل السؤال تاني، أقول لا يشترط في أعمال الإدارة في الإدارة الدولية، لا يشترط في أعمال أو في بيئة الأعمال الدولية أن هي تكون هذه الأعمال منتشرة جغرافيًا، صح ولا خطأ؟ صح ولا خطأ يا شباب؟ لا يشترط، غلط، لأن شرط أساسي إن بيئة الأعمال الدولية تكون إيه؟ إن إدارة الأعمال الدولية أو التبادلات التجارية التي تتم في بيئة الأعمال الدولية يشترط فيها أن تكون منتشرة ومستمرة. واضح؟ تمام يا عبد الرحمن، سؤال ممتاز. عبد الرحمن بيسأل بيقول لنا لو الشركة دي صدرت لدولة خارجية لا فرع بره وبدات تصدر بس ما لهاش فروع ولكن بتصدر ارساليات، هذه تعتبر اعمال دوليه لان التصدير هو احد اشكال الاعمال الدوليه، وده هناخدها بعد 3 4 لقاءات عبد الرحمن. التصدير هو احد اشكال الاعمال الدوليه. عندنا في تصدير، في استيراد، في امتياز فرانشايز، في عندنا الاستثمارات مباشره، في مشاريع مشتركه، في مشروعات تسليم مفتاح، في عقود الاداره، في تراخيص، كل دي اسمها اعمال دوليه.
إذا ليس بالضرورة أن يكون لها فرع بره، فمن الممكن أن تمارس الأعمال الدولية من خلال شكل أو أكثر من الأشكال اللي أنا قلتها دي. ودي سؤال ممتاز عبد الرحمن، هناخده بعد 4 لقاءات تقريبا يعني. إذا يا شباب أعود وأركز وأقول إن إحنا خدنا في إدارة الأعمال الدولية مفهومها. أولا اللي هي إيه يا مهران؟ إيه تقصد بإيه المركزية؟ لا، في فرق بين مركزية العمل ده يا مهران والمركزية اللي أنت تقصد بيه. لأن أنماط الشركات الدولية في 4 أنماط هناخدهم، في نمط مركزي، وفي نمط لا مركزي، وفي نمط جغرافي، وفي نمط آخر بنسموه نمط متعدد الملكيات. النمط المركزي غير اللي احنا بنتكلم عليه ده يا مهران، اما نيجي للحظتها هقول لك عليه. التصدير ليس عمل مركزي، ولكن هو احد اشكال اداره الاعمال او بيئه او المعاملات التجاريه الدوليه. طيب اذا اتكلمنا والخص اللي انا قلته، وقلت ان اداره الاعمال الدوليه فرع جديد من فروع اداره الاعمال. ان اداره الاعمال الدوليه هي اداره الانشطه التي تتعدى الحدود الوطنيه للدوله. ان وظائف اداره الاعمال الدوليه هي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابه. ان انشطه اداره الاعمال الدوليه هي التمويل، الانتاج والتمويل والتسويق والافراد. ان اداره الاعمال الدوليه تتم بين افراد ومؤسسات. ان التبادلات التجاريه تتم في السلع والخدمات. ان التبادلات التجاريه في مجال اداره الاعمال الدوليه تتسم بخاصيتين، هي الديمومه والانتشار الجغرافي. واضح يا شباب؟ واضح؟ لا، ده هنتكلم عنها يا عبد الرحمن بعدين، بس عشان المره تخش ما تخشش في بعضها. المركز هتكلم عنها بعد محاضرتين بالظبط كده. طيب بكده بنكون خلصنا المحاضره الاولى في الورق. الناس بتقول نعتمد على انهي ملخص؟ في ملخص لخيال موجود، هو خيال ده طالب من اول دفعه في التعليم عن بعد من 4 5 سنين كده، هو اللي كان عامل ملخص كويس الحقيقه. في ملخص خيال المختصر، هو ده اللي انتم ممكن تقروا فيه. هذا بالاضافه على اننا لابد ان تتابع اللقاءات الحيه، لاننا في اللقاءات الحيه بنقدر نحلل هذه الماده العلميه باسلوب سلس وبسيط، وبنحط ايديه كل طالب او طالبه على ايه النقاط المهمه؟ ازاي يذاكر كل نقطه؟ انت تجيب ملخص خيال وتحفظه؟ ما ينفعش، مش هتعرف تحل. طب اعرف احل ازاي؟ لو بحضر وعارف الدكتور قال دي ازاي؟ وبيسال فيه ازاي؟ وهيسالني فيه ازاي؟ طبعا ما تحفظش اسئله، ولكن بفهمك، بدربك على شكل الاختبار. واضح يا شباب؟ يبقى انت كان بتسال وداخل بتسال على الملخص. طبعا اللقاءات بتبقى مسجله على المنتدى يعني دي. اللي كان بتسال وده بيسال على الملخص هو خيال المختصر. نيجي للمحاضره الثانيه المصوره عندكم. هذه المحاضره بنتكلم فيها عن الاستثمارات الاجنبيه، اي انواعها؟ وايه طبيعه اعمال ومجال الاعمال الدوليه؟ تمام، حضروا عشان تبقوا قاعدين معايا اسراء في اللقاء فاهمين اللي انا بقوله. يعني دائما بناخد حوالي او 3 أو 4 لقاءات حيه من المصوره من المعرض. تبقوا قاريينها، تبقوا متابعين معايا. نيجي في المحاضره الثانيه او اللقاء الحي المصور الثاني معاكم. انواع الاستثمارات الاجنبيه. الاستثمارات الاجنبيه نوعين، اما ان تكون استثمارات اجنبيه مباشره او استثمارات اجنبيه غير مباشره، سواء كنا في السلع او في مجال الايه؟ الخدمات. طيب الاستثمارات الاجنبيه المباشره يعني ايه استثمار اجنبي مباشر؟ بنسمع كده يقول لك الدوله تريد ان تجذب الاستثمارات الاجنبيه المباشره. الاستثمارات الاجنبيه المباشره معناها ان تاتي الشركات الدوليه الى الدوله وتنشئ مشروعات اما لانتاج السلع او لانتاج الخدمات. في الاثنين يرد اللي هو اما انتاج سلع او خدمات. يعني قد تاتي شركه دوليه وتقيم مصنع لانتاج الملابس الجاهزه او البدل او الى اخره في المملكه العربيه السعوديه.
هذا استثمار اجنبي مباشر، او تاتي شركه دوليه وتنشئ شركه في مجال الاتصالات في المملكه العربيه السعوديه، فهذا استثمار اجنبي مباشر في مجال الخدمات، او تاتي مستشفى دولي عالمي ينشئ مستشفى عالمي داخل المملكه العربيه السعوديه، هذا في مجال الخدمات، او ياتي سلسله فنادق ريديان او سيراميد او ريتز كارلتون يجوا يعملوا لنا فندق هنا مثلا. اذا الاستثمارات الاجنبيه قد تكون في مجال السلع او في مجال الخدمات. برافو عليك يا عبد الرحمن، زي المستشفى السعودي الالماني مثلا، او تاتي الجامعه الامريكيه وتنشئ فرع عليها في المملكه العربيه السعوديه، فنقدر نقول ان ده في مجال الخدمات. تمام. اذا الاستثمارات الاجنبيه قلنا قد تكون استثمارات اجنبيه مباشره او غير مباشره. قلنا المباشرة تأتي من خلال إنشاء مشروعات موجودة على أرض الواقع، أما الاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة أن يأتي المستثمر الأجنبي ولا ينشئ مشروع. أمال بيعمل إيه؟ يأتي ويشتري أسهم وسندات من بورصة الأوراق المالية في الشركات السعودية مثلا بغرض المضاربة، ثم يبيعها ما يكسب فيه. يعني يجي يشتري كام سهم في أرامكو، كام سهم في سابق، كم سهم في البنك الفلاني الى اخره، يشتري ب 100 ريال السهم، يبيعه بعد شهرين ب 120 ولا بعد فتره طويله او قصيره، فيكسب ويربح. هذا استثمار اجنبي ولكنه غير مباشر. اذا فهمنا يعني ايه الفرق بين الاستثمار الاجنبي المباشر والغير مباشر. ما هي خصائص الاستثمارات الاجنبيه المباشره؟ الاستثمارات الاجنبيه المباشره من خصائصها ان تدي التحكم والاداره للمستثمر الاجنبي. يعني لو جالي مستثمر اجنبي وانشا فرع الفندق في هيلتون في الرياض خاص بيه، فهو الذي يتحكم في الاداره، ده فلوسه وهذه هي استثماراته، هو يتحكم في الاداره، هو الذي يعطي سياسه الاداره في اداره الفندق طبعا. ثم الحاجه الثانيه له لو نفذ الى الاسواق، يعني يقدر يدخل السوق بشكل مباشر من خلال ان ينشئ مشروع او يتملك عقار او منتجع سياحي مثلا يبقى حق به، كل ده من حقوق المستثمر الاجنبي المباشر. اما في الاستثمار الاجنبي الغير مباشر فله الحق ان يدخل الى الاسواق ولكن بصوره غير مباشره. ازاي؟ يشتري الاسهم والسندات والاوراق الماليه دون ان يكون له الحق في الإدارة أو يتحكم في سياسة الشركة. يعني أنا مصري ومملوك موجود في المملكة العربية السعودية، أروح أشتري كام سهم من البورصة وأبيعهم. هل أنا دخلت للإدارة وتحكمت في قرارات مجلس إدارة الشركة أو البنك اللي أنا اشتريت منه أسهم؟ لا. فأنا هنا مستثمر أجنبي مباشر ولا غير مباشر؟ يلا يا شباب، المستثمر الأجنبي غير مباشر. إنما لا، أنا رحت بقى واشتريت معظم الاسهم من البورصه، وقلت لا انا ليا نسبه كبيره في الاسهم، وتعالوا القانون بيقول ان انا اذا زادت اسهم عن عدد معين فانا عضو في مجلس الاداره واحضر قرار مجالس الاداره واتحكم في القرارات، فانا اصبحت انا هنا مستثمر اجنبي مباشر. برافو عليكم. السؤال هنا يقول لي ايه؟ لاحظ بقى احنا نشرح ونبدا اسئله. السؤال يقول لي ايه؟ من خصائص الاستثمارات الاجنبيه الغير مباشره نقطتين. من خصائص الاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة نقطتين. ألف، إعطاء التحكم والإدارة للمستثمر الأجنبي. باء، للمستثمر الأجنبي حق تملك العقارات. جيم، للمستثمر الأجنبي حق إنشاء المصانع. دال، للمستثمر الأجنبي الدخول للسوق بصورة غير مباشرة من خلال شراء الأسهم والسندات. ده الاسف. يبقى الاجابه هي ايه؟ برافو عليكم. اذا خلينا نبقى فاهمين، شوف انا شرحت الاول فهمتكم يعني ايه مستثمر اجنبي مباشر؟ يعني هو المشروع مشروع. ويعني ايه مستثمر اجنبي غير مباشر؟ ده الراجل جاي بس عاوز يحقق مجموعه ارباح دون ان يتدخل في اداره الشركه. واضح يا شباب؟ السؤال الثاني بيقول ان في الاستثمار الاجنبي المباشر بيكون للمستثمر الاجنبي تاثير بدرجه ما على اداره الشركه وعلى مسارها، صح ولا خطا؟ السؤال اقوله بشكل منمق شويه،
يكون للمستثمر الأجنبي المباشر تأثير بدرجة ما على مسار الشركة وإدارتها، صح ولا خطأ؟ صح. اعكس السؤال بقى، تمام يا مهران، اعكس السؤال، نقول ليس من حق المستثمر الأجنبي المباشر التأثير على مسار الشركة وإدارتها. خلاص؟ شوف احنا عاوزين نكون فاهمين مش حافظين، احنا اتفقنا من أول لقاء اليوم أهو، احنا نكون فاهمين مش حافظين. سؤال يا رزمة بيقول، ليس السؤال الثاني اللي أنا قلته من شوية، ليس من حق المستثمر الأجنبي المباشر التأثير بدرجة ما على مسار الشركة، صح ولا خطأ؟ قلنا خطأ، تمام؟ أرجو إن احنا نكتب بسرعة، لأن أنا بقول لكم السؤال وأما بتقول لي عيد يا رزمة هتلاقيني بقول يعني مضمون السؤال مختلف، الكلام مش نفس اللي قلته من شويه، لان ما بقولش من ورق، انا بقول اسئله وليده اللحظه. ولكن هي بتفكك لي الماده العلميه وبتخليني المذاكره اسهل وايسر عادي. تمام؟ الحاجه الثانيه، السؤال الثاني يقول للمستثمر الاجنبي الغير مباشر الحق في اتخاذ القرارات والتأثير على مسار الشركة، صح ولا خطأ؟ خطأ، ليس له من حق، الغير مباشر ده ما بيأثرش. الذي يؤثر هو المستثمر الأجنبي الإيه؟ المباشر. تمام؟ إذن المستثمر الأجنبي الغير مباشر لا يؤثر على مسار الشركة. تعالوا بقى حاجة ملحوظة، عندنا ملحوظتين مهمين جدا في الصفحة اللي أنا بقولها دي. اللي بيقول لي إيه؟ إن الاستثمار الأجنبي الغير مباشر بيتحدد علاقة تتحدد علاقة المستثمر بالشركة في ضمنيته من الاستثمار. يعني في الاستثمار الأجنبي الغير مباشر، لو بنقول غير مباشر يعني لا يؤثر على إدارة الشركة. ولكن بنقول نقطة مهمة، إنها لا إن علاقة المستثمر بالشركة بتتحدد في ضمنيته من الاستثمار. إذن هنا نقدر نقول يا ترى الاستثمار بالنيات هنا ولا ايه؟ الاستثمار هنا بالنيات، الاستثمار الاجنبي الغير مباشر بالنيات، فلو كان ركز بقى معايا في الحته دي، اذا كانت نيه المستثمر الاجنبي هي شراء الاسهم والسندات بنيه اعاده بيعها وتحقيق ارباح في البورصه مجرد انه يشتري ويبيع فقط دون ان تكون نيته السيطره على اداره الشركه، فيصبح هذا الاستثمار الاجنبي استثمار اجنبي ايه؟ مباشر ولا غير مباشر؟ لا لا يا اسراء، ده هو عايز يحقق ارباح بس، بيشتري وبيع. انا بقول لك انا موجود في المملكه، فانا بشتري كام سهم وابيعهم اكسب كده قرشين. هل هذا هنا مستثمر مباشر ولا غير مباشر؟ غير مباشر. انما لو كانت نيتي بقى ان انا راح اشتري 51% من حصة البنك أو من حصة الشركة اللي موجودة في البورصة علشان أبقى عضو أساسي في مجلس إدارة الشركة، يبقى أنا هنا نيتي أبقى مستثمر مباشر ولا غير مباشر؟ مباشر، برافو عليكم. إذا السؤال لا مباشر يا إسراء. البورصة هي مكان البورصة هي مكان يتم فيه شراء وبيع أسهم الشركات المدرجة بالبورصة، المملكة العربية السعودية فيها بورصة يتداول فيها الأوراق المالية. تمام؟ كل معظم البنوك مسجلة فيه والشركات مسجلة فيه، فالبعض يشتري أوراق مالية ويبيعها ويكسب. فيقول لو كانت نيتي من الاستثمار الغير مباشر ده، هو أنا بشتري الأسهم، نيتي ان انا ماليش دعوه خالص باداره الشركه، ده انا مجرد راجل بستثمر وببيع عشان احقق ارباح، مجرد يمكن اشتري النهارده ابيع بكره، هل انا اعتبر هنا مستثمر اجنبي مباشر ولا غير مباشر؟ غير مباشر. طب لو كانت نيتي بقى ان انا بستثمر النهارده، بشتري النهارده 10% من حصه الشركه، وكمان شهر اشتري كمان 30، وكمان شهر اشتري 10، قدرت اخد اكتر من 50% من حصه الشركه، اصبحت هنا مستثمر اجنبي مباشر. السؤال هنا يقول لي ايه؟ تؤثر نيه المستثمر الاجنبي الغير مباشر على شكل الاستثمار
الغير مباشر، صح ولا خطأ؟ تؤثر نية المستثمر الأجنبي على شكل الاستثمار الأجنبي الغير مباشر، صح ولا خطأ؟ صح. السؤال الثاني، إذا كانت نية المستثمر الأجنبي من شراء الأسهم والسندات الموجودة في البورصة هي تحقيق أرباح إضافية دون تأثير على إدارة الشركة، فإن هذا الاستثمار يعد استثمارا أجنبيا. نقطتين، ألف مباشرا وباء غير مباشر. برافو عليكم. أول السؤال بشكل آخر، إذا كانت نية المستثمر الأجنبي من شراء الأوراق المالية هي تحقيق هي بيعها وتحقيق أرباح إضافية بغرض السيطرة على إدارة الشركة، فإن هذا يعد استثمارا أجنبيا. نقطتين، ألف مباشر باء غير مباشر. تمام، برافو عليك. وضحت؟ واضح يا شباب؟ طيب نيجي النقطة اللي بعدها، وبقول ما هي الأعمال والاستثمارات في الدول المنزلية؟ يا ترى ما هو موقف الاستثمارات الأجنبية في الدول الإيه؟ النامية؟ بيقول إن الدول النامية في زيادة كبيرة في الاستثمارات الموجودة في تلك الدول، وإن الشركات الدولية دائما ما تلجأ إلى إن هي تستثمر في الدول النامية، خاصة في دول جنوب شرق آسيا أو دول شرق آسيا. أخطر منطقة جذبا للاستثمارات الأجنبية في العالم هي دول شرق آسيا، اللي هي تايلاند وعندنا جميع الدول الموجودة في ماليزيا، الفلبين، الدول الموجودة في جنوب شرق آسيا. ليه؟ ليه هذه الدول هتلاحظوا إن آبل مثلا بتنفذ في شرق آسيا منتجاتها، مصانعها هناك. أكبر دور النشر العالمية موجود لها مطابعها في دول جنوب شرق آسيا، في الصين وفي الدول الموجودة هناك دي. ليه؟ لأن هناك الأجور منخفضة. برافو عليك يا رد، دي سبب أساسي. الحاجة الثانية إن التكنولوجيا عالية، أكتر ناس بتفهم في التكنولوجيا هتلك العمال، المهارة عالية والأجور منخفضة والمواد الخام تكلفتها قليلة. تمام، فمعظم شركات السيارات العالميه وشركات انتاج المحمول وشركات الطباعه المطابع الكبرى تروح تعمل هناك مصانعها هناك. ليه؟ قول عشان انخفاض الاجور. اذا انا بسالك في السؤال واقول ايه، تعتبر نقط من اكثر المناطق جذبا للاستثمارات الاجنبيه، الف امريكا اللاتينيه، ب وسط اوروبا، جيم شمال افريقيا، دال شرق اسيا. اذا دال شرق ايه؟ اسيا. نبقى مركزين، لو جالي سؤال جنوب شرق اسيا او شرق اسيا، المهم هذه الدول هي اكثر جذبا للايه؟ للاستثمارات الاجنبيه. نيجي للنقطه الثانيه، طب ما هو بالك في الاستثمارات العربيه البينيه؟ يعني الاستثمارات ما بين الدول العربية وبعضها البعض. قال لك هذه الاستثمارات اللي بين الدول العربية، يعني استثمار المملكة العربية السعودية في مصر، استثمارات الكويت في مصر، استثمارات مصر في السودان إلى آخره، الاستثمارات العربية البينية. قال إن فيها تذبذبات، يعني منخفضة ولكنها في اتجاهها للزيادة، يعني في هناك بسبب الاتفاقيات اللي بين الدول وبعضها، الدول العربية وبعضها هي متجهة نحو الزيادة، ولكنها أقل من الاستثمارات العربية الأجنبية. معظم الاستثمارات العربية الأجنبية أعلى من الاستثمارات العربية البينية، يعني بعض الدول العربية تفضل أن تستثمر في دول أجنبية أكثر ما تستثمر في دول عربية. دي حقيقة. وبالتالي لو سألتكم سؤال هنا وقلت إيه؟ تعتبر الاستثمارات العربية البينية أعلى أو أقوى من الاستثمارات العربية الخارجية، صح ولا خطأ؟ طبعا خطأ، العكس. طب لو سألت سؤال، تعتبر الاستثمارات العربية الخارجية أعلى من الاستثمارات العربية البينية، صح ولا خطأ؟ صح.
طب لو قلت السؤال بشكل تاني، قلت تعتبر الاستثمارات العربية البينية نقط من الاستثمارات العربية الخارجية. ألف أعلى، ب مساوية، ج أقل. أنا قلت السؤال إزاي يا هدى؟ تعتبر الاستثمارات العربية البينية نقط من الاستثمارات العربية الخارجية. قلت أعلى ولا مساوية ولا ج أقل؟ أقل أقل يا محمد، أقل يا هدى، فاهم ليه أقل يا هدى؟ حد كان بيسألني سؤال، ليه الاستثمارات العربية البينية مش أعلى؟ ضعيفة ليه؟ قد يكون بأسباب إن معظم بعض الدول العربية لا تضع حوافز للاستثمار الأجنبي، أو إن البنية التحتية غير مهيئة، فبالتالي أنا كمستثمر فأروح أستثمر في الدولة اللي فيها البنية التحتية مهيئة، أو إن العمالة ضعيفة، المهارة بتاعتها ضعيفة، أو إن العائد على رأس المال المستثمر في تلك الدول بيكون منخفض. هناك أسباب عدة متعددة، قد تكون أسباب سياسية، قد تكون أسباب اقتصادية، قد تكون أسباب اجتماعية ثقافية إلى آخره. واضح؟ إلى أن الواقع بيقول أن الاستثمارات العربية البينية أقل من الاستثمارات العربية الخارجية. واضح النقطة دي يا شباب؟ واضحة؟ آخر حاجة ناخدها في المحاضرة الثانية هو طبيعة ومجال الأعمال الدولية. إن الأعمال الدولية دائما هي لها طبيعة مميزة عن إدارة الأعمال، وإلا ما كناش عملنا تخصص جديد سميناه إدارة الأعمال الدولية. هي إيه؟ إن إدارة الأعمال الدولية بتركز على المشاكل الخاصة والناتجة عن كون الشركة الدولية تعمل في أكثر من دولة. يعني لو افترضنا إن مهران عنده شركة تعمل بس في المملكة العربية السعودية، فمهران بيبقى فاهم السوق السعودي عاوز إيه، وإيه اللي بيرضيه، وإيه اللي يكسبه، وإيه اللي يخسره، فما بيقدمش بيقربش منه، لأنه فاهم السوق. إنما لو مهران هيبدأ يتعامل مع السوق الخارجي، لا ده مهران لازم يكون عنده فريق تسويق على درجة عالية من المهارة. هيصدر لمصر يبقى يشوف الذوق المستهلك المصري إيه، هيصدر لأمريكا يبقى لازم يشوف ذوق المستهلك الأمريكي محتاج إيه. وهناك مشاكل خاصة بالاستثمارات، خاصة بالعادات والتقاليد، خاصة بالبنية التحتية إلى آخره. كأن إدارة الأعمال الدولية تتعامل مع مشاكل من طبيعة مختلفة تختلف عن المشاكل اللي بتقابلنا في مجال إدارة الأعمال على المستوى المحلي. واضح يا شباب؟ طيب إذا السؤال أسألك هنا، أقول إيه؟ تعتبر دراسة الأعمال الدولية أكثر سهولة ويسر من دراسة إدارة الأعمال، صح ولا خطأ؟ خطأ. ليه؟ لأن إدارة الأعمال على المستوى المحلي أنت تعمل مع بيئة محفوظة بالنسبة لك، معروف عاداتها، معروف تقاليدها، معروف تحدياتها، معروف لمسكينك. إنما عندما تخرج للحدود الدولية فأنت تتعامل مع بيئة دولية فيها منافسة شرسة. كنت بقول السؤال يا تغريد وبقول تعتبر دراسة إدارة الأعمال الدولية أكثر سهولة ويسر من دراسة إدارة الأعمال. قلنا خطأ، لأن إدارة الأعمال الدولية تعتمد على تحديات أكثر شراسة وأكثر منافسة من إدارة الأعمال على المستوى المحلي. الحاجة الثانية، إن دراسة الأعمال الدولية لازم تكون بتتفق أو تنفرد مع، تكون منسجمة مع البيئة اللي بتتعامل فيها. فأنت خرجت وعملت لك مشروع في مصر، يبقى لابد ان تنسجم وتتكيف مع البيئه المصريه حتى تدرس. عملت لك فرع في ماليزيا، يبقى تروح تدرس العادات والتقاليد الموجوده هناك وتنسجم مع البيئه حتى تنجح، مش تدير مشروعك وانت قاعد في المملكه. تمام؟ لازم يبقى عندك رجال تسويق وبحوث تسويق على اعلى مستوى. الحاجه الاخيره، ان كل دوله لها ظروف تختلف عن دوله اخرى، وبالتالي من الصعب ان انت تكون لك فرع في مصر وبتحقق ارباح عاليه جدا في مصر وبتتبع نمط اداري معين مع الفرع بتاعك في مصر، تروح تطبق نفس هذا النمط مع الفرع الموجود في ماليزيا وتقول لي ده انا بنجح في مصر بهذا النمط يبقى هنجح في ماليزيا بهذا النمط. لا،
كل دولة لها نمطها اللي يمشي معاها، تمام؟ لأن كل دولة ظروفها مختلفة، قد يكون مصر أنت بتكسب فيها بسبب فهم العادات والتقاليد، فهم العادات وفهم التقاليد، وإنك فاهم إن السوق ماشي إزاي وفيه تقارب في القيم، عشان كده بتنجح. انما في اما تنتقل لدوله اخرى فلابد ان تدرس عاداتها وتقاليدها وتحدياتها. اذا كل دوله خصائصها الفريده اللي بتختلف بيها، وبالتالي يجب ان احنا نتعامل باسلوب مختلف، واللي بنسميه اسلوب الاداره المقارنه. يعني ايه المقارنه؟ يعني تعتمد على النموذج الاداري الذي يتفق مع طبيعه كل دوله. يعني شركه مايكروسوفت او شركه ابل او الشركات الكبرى العالميه المالتي ناشونال دي لا تعتمد على نمط اداري واحد في اداره فروع على مستوى العالم. يعني فرعها اللي موجود في المملكه العربيه السعوديه بيدار باسلوب يتفق مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع السعودي. في مصر نمط اخر، في استراليا نمط ثالث، وهكذا. واضح يا شباب؟ اذا احنا خدنا في المحاضره الثانيه، خدنا يعني ايه انواع الاستثمارات، وقلنا الاستثمارات الاجنبيه نوعين، اما استثمارات اجنبيه مباشره او غير مباشره. وقلنا المباشره بيكون للمستثمر الاجنبي حق تملك العقارات، حق نفاذ الاسواق بصوره مباشره، حق ان هو يسيطر ويتحكم في الاداره وفي مسار الشركه. اما الغير مباشر عكس، هو يصل للاسواق ولكن بصوره غير مباشره، من خلال شراء الاوراق الماليه او السندات من البورصه، ويبدا يبيع بحسب الغرض تحقيق ارباح. وقلنا ان المستثمر الغير مباشر ممكن الغير مباشر او الاستثمار الغير مباشر بيتوقف على نيه المستثمر. فاذا كانت نيته هي تحقيق ارباح اضافيه فقط دون التاثير على مسار الشركه، فهذا استثمار اجنبي غير مباشر. اذا كانت نيته هو التاثير على مسار الشركه، فهذا استثمار اجنبي مباشر. اذا السؤال هنا نقول ايه؟ قد يتحول الاستثمار الاجنبي الغير مباشر الى استثمار اجنبي مباشر، صح ولا خطأ؟ صح. امتى يتحول؟ اذا كانت نية المستثمر الاجنبي الغير مباشر ده هو السيطرة، او هو شراء الاسهم والسندات بغرض السيطرة على ادارة الشركة. طبعا مش بطلب منك، ما بطلبش منك تبرير في الاختبار، ولكن انا بفهمك عشان تقول صح وانت، او تقولي صح وانت مطمنة دون تردد. ثم اتكلمنا عن الاستثمارات الاجنبيه، قلنا اكثر تركزا في شرق اسيا، وان الاستثمارات البينيه العربيه اقل من الاستثمارات العربيه الخارجيه. ثم اتكلمنا في الاخر وقلنا ان الاستثمارات ان اداره الاعمال الدوليه تتعامل مع مشاكل خاصه بالبيئه الدوليه، بان الدول دي لها خصائص فريده تختلف من الدوله الاخرى، وان الدول لابد ان اداره الاعمال الدوليه تكون منسجمه مع البيئه اللي موجوده في تلك الدول. في اي استفسار يا شباب؟ انا كده خلصت. اسمعكم لو في اي استفسار. شكرا يا سعاد، شكرا يا عائشه. اذا احنا الله يبارك فيك يا خمسه، احنا عاوزين نتعود بقى من اللقاءات من بعد كده ان احنا هنبدا من اول اللقاء، وحضراتكم تحضروا لي الثلاث محاضرات القادمين، اذ ربما ناخد ثلاثه عشان نبقى قاعدين كده في المحاضره وفي اللقاء قاعدين مستمتعين باللقاء وفاهمين ايه اللي بيتقال، وبنكتب الاسئله وبنركز في اللقاء ان شاء الله. واضح يا شباب؟ يبقى هنركز. احنا خدنا اثنين، هنحضر الثالث والرابع والخامس ان شاء الله. خدنا محاضرتين من اللي موجود عندكم في الملخص، المحاضره القادمه نتكلم في الثالث والرابع والخامس. اي استفسار انا ارد عليكم، لو في اي استفسار ارد عليكم. رغم بالنسبه لتغيير الميعاد انا اسف، وانا في النفس ان انا اغير لكم الميعاد حسب ما انتم عاوزين، ولكن هناك مواعيد اخذت من قبل زملائنا، فيصعب ان احنا نغير اي ميعاد لان بيأثر على اللقاء. مستعجلين عليا يا خمسات. التكاليف بعد اللقاءين كده هعمل لكم تكاليف ذاتية. احنا مش مستعجلين، احنا بس عندنا 30 حلقة مصورة هناخدهم في 12 لقاء.
احنا خدنا لقاء اليوم بقالنا 11 لقاء، فبنقسمهم على اللقاءات الخمسه، مش حكايه استعجال خالص، براحتكم. يعني بعد 4 لقاءات هندبل، هناخد لقاءين في الاسبوع، بعد 4 يعني بعد اسبوعين كده هناخد لقاءين في الاسبوع. لو انتم شايفين ان انا بسرع اهدي، لان انا ما بعديش ولا نقطه في الورق اللي معاكم ولا الورق المصور معاكم، بحيث ان احنا نكون ان شاء الله ما عندناش حاجه بنقول قران. طيب بكده نكون خلصنا لقاءنا اليوم، ان شاء الله هنلتقي بكم الاسبوع القادم في نفس الموعد الساعه 8 ونص يوم الخميس، في نفس الموعد ان شاء الله هنتقال ان نتحدث في المحاضره الثالثه والرابعه والخامسه. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في امان الله.